يعني أنا كبرت معكم وفيكم. خمسة وعشرون عاماً. يا هلا. The story of Palestine. Just can't believe the images that we're seeing every single day coming out of Gaza. المرأة الفلسطينية عم بتقدم أشرف صور الصمود والتضحية واللي هي دائما واقفة جنبها أختها المرأة الأردنية. أي منطقة بكون فيها بالأردن بحس إنه بين أهلي وبين عزبتي. شاركونا اليوم بإطلاق منصة إدراك للتعلم المدرسي. وبرضه لما بفكر باليوبيل بفكر ب 25 سنة جنب سيدنا مادد إيده ليدعمني ويساندني، مش بس لأني زوجته بس لإيمانه بدور المرأة الأردنية. نياله فيكم ونيالنا فيه.